هشام. سيدة الوزيرة، بالطبع جوابكم كي سيكون أنكم عقدتوا اللجنة الوزارية المتعلقة بالأسعار يوم 12 نوفمبر، قرينا البلاغ، مشكورين على هذا العمل، ولكن في داخل البلاغ السيدة الوزيرة أكدتوا بأن مجموعة ديال المواد الأساسية عرفت أسعار، ارتفاع أسعار. كنشكركم على رفع الرسوم الجمركية على مجموعة ديال المواد، القطاني، الزبدة، الدقيق، ولكن في داخل البلد في داخل البلاغ اعترفتوا بأن كاينه مجموعة ديال المواد، واليوم خصنا نتكلموا على نقطتين. كاينه مواد أساسية اللي كتهم المعيش اليومي الآني للمواطن، واللي للأسف ما بغيناش نعترفوا بأنها راجعة لأزمة كورونا، يعني الحل ديالها اليوم لا ديال الدقيق لا ديال السكر، خصنا إجراءات عملية اليوم باش يتحلوا هاد الملفات أصلاً. نديروا غير خدمتنا، نحيلوا ملف الزيت وملف ليمينوتري والدقيق اللي وصل 8 دراهم لمجلس المنافسة يقول لنا رأيه. ثانياً خصنا نفكروا في دعم هذه الأسر لأنه مازال مرتبطين بصندوق كورونا، مازال مرتبطين بكورونا. إلا فكينا المشكل شهر في انتظار تعدل الأسواق، خصنا نلقاو الحل للأسر الهشة اللي اعترفتوا في البرنامج الحكومي بأن كاينه مليون أسرة. المشكل الثاني واللي هو غادي يجي على المدى المتوسط هو اللي قالوا الزملاء ديالك ديال الأسمدة ديال المواد الفلاحية. أنا هضرت مع الفلاح دروك كيبيع جلبانة ب 9 دراهم وخاسر فيها. أش دابا نجوم الفلاح ولا نجوم المواطن؟ يعني ما غاديش يفلح لنا لهاد الفترة الجاية. المشكل الثاني ديال مواد البناء، مجموعه ديال المقاولات غتوقف لي مارشي ديالها، مازال لي مارشي بوبليك فيهم لا ريفيزيون دي بري، ولكن لي مارشي بريفي ما فيهمش ريفيزيون دي بري. مجموعه ديال لي ميناج غادي يوقفوا لا فينيسيون، الجاج ثلاثه د المرات، الخشب جوج د المرات، الكارلاج ما كاينش. ومني غادي توقفوا هاد لي مارشي يعني غادي ينعكس مباشره على اليد العامله، غادي تزادنا الشوماج وغادي نرجعوا لواحد الدوامه. يعني خصكم تفكروا تفكير عاجل في حل المشكل هاد المواد لمده 3 شهور ولا 4 شهور باش تبقى القدرة الشرائية ديال هاد الشركات خدامة وتبقى اليد العاملة. هاد الشيء خصو حلول آنية السيدة الوزيرة، وشكرا. شكرا سيد النائب.